معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم. النهاردة هنتكلم عن جلطات المخ وتأثيرها على الجسم، ان هي بتسبب شلل نصفي. لو الجلطة في النصف الأيمن من المخ هيحصل شلل على الناحية اليسرى كلها، الإيد والرجل. ولو الجلطة في الناحية احنا قلنا اليمين، لو الجلطة على الناحية الشمال هتأثر بالعكس. خلاص، يبقى التأثير في المخ بيبقى عكسي. جلطات المخ ليها أسباب كتير جدا، من ضمنها الناس اللي ضغطها عالي، من ضمنها ممكن لا قدر الله حوادث وإنه يحصل نزيف في المخ. أسباب كتيرة جدا جدا، الناس مش متابعة، عندهم الدهون الثلاثية عالية جدا والكوليسترول عالي، ده ممكن يعمل انسداد في شريان في المخ. كل الحاجات دي بتسبب أو بتساعد في حدوث الجلطات بتاعت المخ. هنتكلم دلوقتي عن علاج جلطات المخ بشكل ان شاء الله يا رب يكون سهل ومبسط عليكم. هنتكلم عن ازاي نعمل تأهيل لحالات الجلطه. جلطات المخ دي بنمر بست مراحل. الست مراحل دول العيان بيمر فيهم بمراحل بتبقى صعبه جدا للاسف. معظم الناس ما بتتحسنش عن المرحله الثالثه بسبب انه العلاج بتاعنا بيكون غلط. التأهيل بتاعنا المفروض بيكون تأهيل مكثف، بيبقى 7 ساعات يوميا، بنمشي فيهم على نظام غذائي معين، بنستخدم تقنيات كتيرة عشان نعالج الإيد كاملة ورجل كاملة اللي هم فيهم الإصابة. عندنا وسائل كتيرة جدا ووسائل حديثة. بنبدأ مثلا الحالة دي كان عندها تيبس في مفصل الكتف. الكورس بتاعنا زي ما قلنا بيبقى 7 ساعات. الحالة دي بنمسك مفصل بنشتغل عليه. الحالة دي كان عندها تيبس في مفصل الكتف مع أجهزة معينة وكمالين، بدأنا ان احنا نحاول نرخي المفصل. طبعا ايه، احنا بنكرر ايه الشغل وتمارين كتيرة جدا، وكانت المفروض الايد ما تترفعش فوق، دلوقتي الحمد لله بتترفع. بنعمل ايه بقى اكتر مشكله؟ طبعا احنا لو اتكلمنا عن مراحل الجلطات او الشلل النصفي، المرحله الاولى بيبقى العيان عنده هايبوتونيا. الهايبوتونيا ده بيبقى ارتخاء في العضلات. المرحله الثانيه بيبدا تكوين حاجه اسمها السينرجي، انه يبدا في التصلب العضلي، ودي بتبقى واخده المنظر ده، واخده الوضع ده زي ما احنا شايفين، وبيبقى مفيش حركه خالص. والرجل تمام، والرجل بقى بتبقى واخده المنظر ده، ويبقى المفصل ده مرمي قدام والرجل عامله كده وتبقى جوه. فده بيبقى شكل العيان، بيبقى جاي لنا بالمنظر ده. فطبعا بقى بيدخلوا بقى المرحله الثالثه اللي هي مرحله التصلب العضلي، ده بيبقى فيه تشنج عضلي رهيب. التشنج العضلي ده بقى في طريقه حديثه جدا، بنحقن المواد عن طريق جهاز التعايم، بتسبب ارتخاء للعضلات، بنحقنها في الجهاز. طبعا المفصل ده كان نازل لتحت خالص، دلوقتي اتعدل. برضو عملنا الجلسات اللي هي بقى بنعمل جلسات على العضلة دي اللي كانت ايه، على اساس ان العيان ده يقدر يمشي معانا. وبنشغل ايه، وبنبدا نشغل الجهاز بحيث ان احنا نوصل الدواء ده كله جوه العضله، فتبدا العضله ترتخي وتجيب معايا نتيجه. في سؤال الناس هيسالهوني، هل تاثير الدواء ده مؤقت يا دكتوره؟ لا، احنا بنستخدمه بمعدل كل اسبوع مره او مرتين لحد ما التيبس العضلي ده يروح خالص، ونلاقي العيان معانا. العيان المفروض العلاج المكثف ده يبقى 7 ساعات في اليوم، يعني الجلسه الواحده بمقام 6 جلسات. يعني جلسة 7 ساعات في اليوم دي بمقام 6 جلسات عادية من اللي بتتعمل في البيت. خلاص، وبنبدأ. ده دي كانت العضلة فيها تيبس. بنبدأ نعمل بقى حاجات تاني فيها تنبيه للعضلات، لان احنا زي ما عندنا عضلات، مجموعة عضلات فيها تيبس او تشنج عضلي، في عندنا مجموعة اخرى بيبقى فيها ضعف عضلات. خلاص، هنبدا نعمل تنبيه للعضلات الضعيفه. من ضمن الحاجات اللي بنعملها طبعا الجلسه بيبقى وقتها طويل، بنبدا نعلم العيان تمارين، بنشغل الجهاز ده تنبيه عضلي.
عضلات الرجل جزء جزء، دي العضلة اللي بتكون المسؤولة عن تاني الحوض. بعدين بننزل عند العضلة اللي بتفرد الركبة. طبعا كل حاجة منهم بتاخد، يعني احنا الجلسة 7 ساعات، يعني انا احنا بنوريكم بس بسرعة طريقة الشغل بتاعنا ازاي. ده طبعا حاجة اسمها هاي فريكوانسي فايبريتو، بيعمل استيميليشن للعضلات اللي ما بتشتغلش، وده مسؤولة لان احنا قلنا ان الرجلية بتبقى داخلة لجوه، دي العضلة المسؤولة عن فتح الرجل، برضه بناخدها معانا. تمام، نفس الموضوع بنعمله على عضلات الدراع، فيها مشكلة بياخد برضو العضلة اللي بتفرد الكوع، لأن العيان المفروض بيجي لنا الكوع إيه بيبقى مدني. الحالة دي اتحسنت لأنها معانا بقالها فترة. طبعا إيه الكورس بتاعنا بيبقى الشهر بمقام 7 أو 8 شهور شغل، اللي هو نظام يجيبه حد البيت يعمل لهم جلسة ساعة، ده أنا مش موافقة عليه. ليه بقى؟ عشان في نظرية اسمها النيورال بلاستيستي في المخ، هنجهز جهاز الانفاكتريشن. في نظريه في المخ اسمها النيورال بلاستيستي. النيورال بلاستيستي يعني ايه؟ في ال6 شهور الاولى، في ال6 شهور الاولانيين بنعمل ايه؟ بيبقى المخ قابل ان الخلايا تتجدد، الخلايا العصبيه بيحصل لها اسمها حاجه اسمها نيرف سبراوتنج، تبدا تتجدد الخلايا. في المخ خلايا سايلنت بتاخد وظيفه الخلايا اللي حصل فيها تلف نتيجه للجلطه اللي عملت الانسداد ده. تمام؟ حاجه اسمها سيلف reorganization، الخلية تعيد ترتيب نفسها من أول وجديد وتشتغل من أول وجديد. كل ما بشتغل في الفترة الأولانية كل ما بيكون النتائج أحسن. فبالنسبة للعيانين اللي ما كانوش عارفين وبدأوا متأخر، وصلوا بس لحد المرحلة الثالثة اللي هي بقى ما وصلوش إنه إيه، إن هم المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة، إن هم يبدأوا يعملوا isolated movement، زي إن هم يحركوا الإيد كده، زي إن هو تقدر تحط إيديها على دماغها. تعرفي تعملي إيديكي كده؟ تمام. طبعا الحركات دي كانت مفقودة خالص، هي دلوقتي دي الحمد لله قدرت توصل للمرحلة ال5 و6 كمان، لانها بتقدر تعمل كده من اكستندد البو، دي بتبقى بالنسبة لهم من اصعب الحركات، ان هي ترفع ايديها لفوق، دي كانت حركة برضو مش موجودة. تمام، هنبدأ بقى نعمل البرنامج بتاع الانترفرنشال من قوي العضلات. مش تنبيه عضلي الطبيعي زي اللي بيتعمل الصغير، لا ده جهاز بيبقى فيه برامج مخصوصة، وبيستخدم كمان طريقة الشفط. الشفط دي او طريقة السكشن زي ما بنقول، دي بتزود الدورة الدموية مع التنبيه الكهربائي، فاحنا بنبقى استفدنا استفادتين. وبنرجع برضو بنعيد نفس استخدام الجهاز برضو على الرجل، فبنبقى احنا ايه استفدنا استفادتين، ان احنا نجي بالنسبة للعضلة اللي هي ايه مسؤولة ترجع مشط الرجل لقدام، عشان مشط الرجل قلنا ان هو بيبقى مرمي ورا. تمام، خلاص. وطبعا برضو بنعمل استيميوليتور دي برضو، وبنقدر بنعمل استيميوليشن دي برضو، وبنزود الدورة الدموية، بنعمل استيميوليشن لان الحاجات اللي بيبقى فيها ساكشن بتعمل ايه، بتسحب الدورة الدموية من الدورة الدموية العميقة للدورة الدموية ايه السطحية، من الديب سيركيليشن للدورة الدموية السطحية. طبعا البرنامج بتاعنا بيبقى 7 ساعات اليوم الواحد، بيبقى لمدة شهر. التأهيل ده يعني ما شاء الله من الحاجات اللي بتنقذ مريض الجلطات. لو بدأنا 6 شهور بدري بيكون أفضل، دخلنا في مرحلة التصلب العضلي بنعمل الحقن اللي احنا عملناه عشان نقدر نرخي العضلات ونرجعه لنفس المرحلة. نتمنى نكون خدناكم النهارده في حلقة الشلل، علاج الشلل النسوي.